اجتاحت صور الفنانة الجميلة سوسن بدر السوشيال ميديا كالإعصار. قامت بعمل سيشن تصوير عاملة فيه شخصية فرعونية في مجلة بازار. طبعا الصور بقت بيتم انتقالها مجلة بازار، دي مجلة أجنبية ولكن في منها نسخة عربي، فبقت عاملة يعني صور ليها كملكة مصرية، والناس كلها طبعا علقوا على هذا الأمر إنه هذه السيدة تفخر بعمرها. يعني لو نجيب بس صور، أيوة هي دي، لو نجيب الصور تفخر بعمرها ولا تخشى من كبر السن، وهي بتقول أن لكل سن جماله ورونقه. فطبعا السيشن بتاعت التصوير ديت قلبت الدنيا عند الناس، ناس كلها اتفرجت والناس كلها كانت سعيدة وتبادلت هذه الصور. وطبعا زي ما انتم شايفين غيرت شكل شعرها، غيرت قصة شعرها، غيرت الميك اب بتاعها. كل هذه الأشياء عملت اجتياح للسوشيال ميديا، والناس كلها كانت بتتابع صور سوسن بدر والسيشنز بتاعت سوسن بدر، وهي بتقول أن السن مجرد رقم. وطبعا أيضا راحت مطلعة فيديو لعمليات المكياج بتاعتها اللي هي عملتها، وكان معها يعني الأستاذ محمود رشاد خبير التجميل هو اللي عملها الميك اب. فكل الناس كانت بتشوف كيف تم وضع الميك اب لهذه السيدة التي اجتاحت السوشيال ميديا في مصر وفي العالم العربي بشكلها في جلسات السيشنز بتاعت التصوير المحترفة. معانا الأستاذ محمود رشاد خبير التجميل، أهلا بك يا أستاذ محمود. أهلا بك يا أستاذ عمرو، إزاي حضرتك؟ كلمنا عن التجربة دي، إيه المميز فيها؟ ليه الناس انبهرت قوي بالموضوع؟ هو أنا في رأيي المتواضع يعني أنا بشوف أن مدام سوسن طول عمرها هي في مثابة الأيقونة، بس ما كانش حد عارف يحطها في الحتة دي مظبوط. وأنا بنشتغل مع بعضنا وهي من زمان، من 2009 تقريبا، وبعدين جت الظروف أنه جت أن عملنا الشعر الأبيض في أولاد رزق وعجب الناس جدا، وبعدين أنا طلعت بالفكرة بتاعت التصوير اللي في المتحف، لأن الناس كانت مسميها على السوشيال ميديا الهاربة من المتحف، فعجبني الاسم وعجبتني الفكرة، فقلت لها تعالي نعمل كده، نروح المتحف ونعمل سكريبت نعمل قصة للشوت، ما يبقاش بس مجرد صور وخلاص. وحتى الفيلم نفسه اللي احنا صورناه مع الصور متاخد من فكرة كتاب تعويذ الخروج إلى النهار الفرعوني، فطلع كده في الآخر. وأنا شخصيا مخطوط من رد الفعل، وهي كمان احنا في ان عملت شير للفيلم أول امبارح، فاحنا الاثنين مخطوطين. الفيلم طبعا بيتم تداوله بشكل كبير، والناس حاسة كأنه مثلا تريلر لفيلم هي عاملاه فعلا هيكون له علاقة بالفراعنة أو له علاقة بالغموض ده. هو ياريت بس هو الفيلم ده المجلات الأجنبية بتصور لما بتعمل ساشن فوتوغرافيا لازم بتعمل معاها فيلم ستوري بورد فاشن فيلم للصور، فبس هو الفيلم ده عبارة عن كده. بس هو ياريت اللي احنا عملناه ده يصحي فكرة انه مثلا حاجة في السكة الفرعونية دي تتعمل تاني، نتمنى. بس هو الفيلم ده هو فاشن فيلم. طب هي وهي بتحط الميك اب بتقولك ايه؟ يعني هي بتحب ايه في شكلها؟ انا شايف انه الملامح انت محددها بشكل حاد قوي، الوجنتين، الانف، يعني انا شايف انت عامل تحديد زي النحت كده بالظبط. بالظبط، هي بصراحه يعني هي بتسيب لي نفسها خالص، وهي سوسن بالنسبه لي يعني انا بعتبر نفسي من عائلتها، وهي بتعتبرني من عائلتها برضه. فالموضوع هي بتسيب نفسها خالص، وهي بالظبط بالنسبه لي عامله زي ايه، انا بجرب كل حاجه، كل مره بجرب حاجه انا بحبها هي، وبحب وشها وبحب شكلها، وفي بينا كيمياء كمان، يعني في بينا كيمياء، وهي كمان بتثق فيا. يعني هي لما اروح اقول لها على فكره التصوير وتسمع كلامي ونروح نعمله فعلا، فده ثقه كبيره. هي صبوره في التصوير وفي الميك اب جدا. لا هي صبوره في الشغل عامه، يعني ما يعني هي ما بتعملش حاجه غير ان هي بتشتغل. حتى واحنا في الاجازه احنا قاعدين بنفكر في الشغل هنعمل ايه وهنروح فين. بس الصوره دي هي ليها صوره هنا
شبه شير، لو مش عارف بقى انت شفت شير وهي عامله الشعر ده والصوره دي والشكل ده، شير خالص، شعر طويل. ايوه طبعا شير خالص يعني. شير بالظبط، ده حقيقي، ده بتوع ده ما كانش مقصود، هي بس يعني هو اللوك طلع كده في الاخر، ما كانش مقصود خالص. بشكرك شكرا جزيلا، ويعني تحياتنا للفنانه الكبيره سوسن بدر.